قدمه إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمان. هذا سيدنا حارثة عليه رضوان الله الذي جاء في صحيح البخاري أنه لما قتل في غزوة بدر وجاءت أمه إلى عند النبي تقول أين ابني؟ قال احتسبي في سبيل القتل في سبيل الله. قالت أين ابني؟ إن كان في النار خبرت، وإن كان في الجنة خبرت، وإن كان في النار فلترين ما أصنع. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فإذا فوق طلع الرجل عليه رضوان الله مخلص لله صادق مع الله يجاهد بحق 18 سنة عمره في بدر، وكان من 14 الذين استشهدوا في تلك المباركة. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.